أهلين، وصفتنا اليوم بانوفي باي. في البداية نحتاج بسكوت نخالة مطحون وزبدة مذابة ونخلطهم مع بعض. في صينية التارت نحط البسكوت ونرتبه، نضغط عليه لين يصير معانا بهذا الشكل. نصب الكراميل على البسكوت وندخله الفريزر لمدة ساعة. في هذه الأثناء نجهز الكريمة، نحتاج كريمة خفق، نخلطها لين نوصل لهذا القوام المتماسك. نطلع التارت من الفريزر ونضيف عليه الموز. نضيف الكريمة فوق الموز ونرتبها. على الوجه نرش شوكولاتة مبشورة أو فليك، أو ممكن كاكاو بودرة. زينتها كمان بأوراق الذهب القابل للأكل، وبكذا صارت جاهزة معانا. مرة سهلة بسيطة وكمان مرة لذيذة، لازم تجربوها وبالعافية.